قال انه هناك الكثير من التحديات، كان من ابرزها الطاقه ومنطقه شرق المتوسط بشمال الشرق وجنوب الشرق، وفي نفس الوقت ده لن يؤدي الى حرب حقيقيه باذن الله ولا حاجه، وده كلام مطمئن جدا. وفي نفس الوقت انه في صراع على المياه، او انه احنا عندنا ازمه مياه في المنطقه بالكامل لا تتعلق فقط بمشكله سد النهضه. حضرتك ضربت مثل الاستهلاك الذكي او الرشيد لدوله الاحتلال للمياه. في التسعينات بعد مؤتمر مدريد بتاع السنة، كان في ما يسمى المتعدد الاطراف، من ضمنها لجنه على التسلح، وكنت انا بقى اسباب ضمن مصري فيه. فكان في واحد اسرائيلي جه يزور مصر، فبدون ما اطول عليك في القصه دي انما هي طريفه، جالي الصبح بيقول لي شفت حاجه غريبه جدا. قلت له ايه؟ قال لي واحد بيرش شرب الميه. ما شرب هو مسموح كده؟ احنا عندنا نستحاكم. مع هذا الاسرائيلي بيستخدم ميه، المواطن الاسرائيلي ضعف زي ما يكون 3 أضعاف المواطن الفلسطيني. تعداد السكان في الضفه الغربيه بيزيد اسرع من داخل اسرائيل. الاردن يعني فيها مناطق زراعيه محدوده. ليه؟ لان اصلا كمان ما فيش ميه كافيه. اذا تعادنا شويه من هذا الكلام ودخلنا مثلا في سيناء، في تنميه سيناء، تنميه سيناء صحراء ويجب ننمي سيناء ومشروع قومي سليم، انما هيستهلك ميه. تعداد السكان المصري بيزيد هيستهلك ميه. ففي يعني قصور في المياه السهل الاستخدام عشان يعني تحقق الغرض اللي انت الطلب المطلوب، لازم تبقى لك مصادر اخرى للمياه وتديرها اداره جيده للغايه على مدى العام بالكامل. ف اذا نظرنا الى نفس الشيء ينطبق على العراق. الحقيقه الدوله الوحيده يمكن ما عندهاش مشكله ميه سوريا، الدوله الوحيده في المشرق يعني. فانا بخشى انه اذا حلينا كل المشاكل، مش هتحل، انما اذا حلينا كل المشاكل هنجد انه هنتخانق على مصادر الرزق اللي هي الميه والطاقه. وانا يعني هعدي كلمه بسيطه انت قلتها، انا استبعد حروب سريعه على الطاقه. سريعه انا ما استبعدش حروب في المستقبل. اذا يعني اذا المشاكل الاقليميه مستمره حسب فيها تصعيد، وفي بقى سبب اخر كمان ان احنا نتشاكل مع بعض، فهنا احتمال بيزيد.